روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر وأسير أيامي وأشتوب من للحبيب يجاور. وتلقى الجمهور العريض الذي توسع في شريحته من عام إلى عام حتى الوصول لهذا الموسم الجديد الذي هو جديد بكل المقاييس وعرف بربيع الشعوب العربية. ذكرات ساعة خمسة تتواكب مع الأحداث، الأحداث في الوطن العربي اللي نسميه ربيع الشعوب العربية. طبعا ما يسمى بالثورات وأنا أسميها أيضا التجديد والتغيير نحو الأفضل. صحيح هذا التغيير تطلب شيء من الثورة، لكن هذه الثورة الإيجابية، ثورة النفس، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فإثارة الأرض هنا معناها حركة الأرض، تغيير الأرض. فالثورة ليست دائما كلمة سلبية، بل في القرآن الكريم هي كلمة إيجابية، وفي الحديث الشريف: ثور القرآن أو أثير القرآن، يعني حركوه بالتدبر وبالتأمل. فنحن نتحدث هنا عن الصبغة الإيجابية، الصيغة التفاؤلية التي صنعت في الوطن العربي وأصبحت مدرسة حقيقية يتعلمها الغرب اليوم مما فعله المسلمون من تطور ومن تجديد ومن فعل سلمي وحضاري كان المسلمون هم رواده في هذه الفترة. أنا فهمتكم يا عم، أنا فهمتكم. إن اللحظة الراهنة ليست متعلقة بحسن مبارك. دق ساعة العمل، دق ساعة الزحف، دق ساعة الانتصار، لا رجوع. إصلاحنا اليوم يجب أن يعكس 10 سنوات للخلف و10 سنوات للأمام. هذا هو المشروع، هذا مشروع القوى المتخلفة، القوى الرجعية. الجديد في مذكرات سائح لهذا العام أننا سنزور البلدان التي حدثت فيها الثورات العربية والغربية. نتحدث عن طبيعة الثورات التي حدثت، ما هي نظمها، ما هي قوانينها، ما هي آلياتها. مرة أخرى نحن نتكلم عن الجانب الإيجابي، عن حركة الشعوب نحو التطور والتجديد. هذا التطور الهائل، هذا التجديد، ما هي أسبابه؟ ما هي الدواعي التي يعني جعلت الناس تعيش هذه الأحوال وهذه الظروف وتقرر يعني الصبر وتحمل كل المرارة التي ستحدث في عالم الثورات؟ سننزل إلى الميدان ونتحدث مع الناس وننقل الصورة ما يحدث في الوطن العربي، وكذلك سندرس حالة يعني البلاد الغربية، كيف حصلت تلك الثورات وكيف نقلتهم إلى الجانب الحضاري والإيجابي والتطور الذي نأمله كمسلمين. هذا هو الجديد هذا العام، هو معايشة ومسايرة لمشروع الثورة ولكن في ظلها الإيجابي والسلمي. ارتأى فريق برنامج مذكرات سائح في موسمه الخامس أن يواكبوا هذه الأحداث ببصمة البرنامج المعهودة التي تركز على الجوانب الحضارية والجمالية والإبداعية بروح المتعة ولمسة الفن وحس القرب من المشهد. لقد كان مطبخ البرنامج في فريق إعداده بالسعودية ومصر يهيئ الأجواء ومتطلبات الرحلة، وكان في هذه اللحظة يجمع ربان الرحلة دكتور علي العمري أفكاره ويلملم قصاصات أوراقه المتناثرة، وهكذا اختمرت الفكرة وحان الموعد للبدء في مشوار الرحلات المستمرة التي دامت عدة أشهر تحضيرا وإعدادا وتصويرا في 13 دولة. حلقات هذه السنة مقسمة إلى 3 أقسام: ما قبل الثورة، وأثناء الثورة، وما بعد الثورة.
ما قبل الثورة سنتكلم عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الثورات، عن الفساد، عن الرشوة، عن السرقة، عن الإهمال، عن عدم إعطاء الناس حقوق، لماذا تثور الشعوب. والقسم الثاني سنتكلم عن أثناء الثورة، يعني واقع الثوار عندما يبدأوا في حركات الاحتجاج والتغيير السلمي، كيف يعيشوا، ما هي الأحوال، ما هي الظروف التي يمر بها واقع الناس الذين يعترضون، الذين يؤيدون، تحليل لواقع الثورات. والقسم الثالث اللي حنتكلم فيه في مذكرات ساحل هذه السنة ما بعد الثورة، يعني حنزور بريطانيا، فرنسا، هولندا، هذه الدول اللي حصلت فيها الثورات. ما بعد الثورة إيش التجديد، إيش التغيير، إيش التحسين في حياة الناس، إيش العلاقة بين الحكومة والمجتمع، كيف استطاعوا أن يقضوا على الفساد، كيف استطاعوا أن يطوروا بلادهم وأن يحسنوها. نريد أن ندرس ما بعد الثورة. الآن بدأت الثورات في بلادنا العربية، التجديد، التغيير، أزيل الطغاة، أزيل كثير من الظلم، لكن التحسين، التجديد، نهاية الفساد لا بد أن ندرسه ونحلله حتى نستطيع أن ننقر الصورة ونقارن بين واقع الثورات حتى تتحسن أوضاع بلادنا العربية.